اليوم الثامن من شهر توت. البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. بركته علينا، آمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذاك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثال. بالإيمان من أجل ما سيكون بارك إسحاق يعقوب وعيسو. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه. بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيم أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازات. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت لغير المنظور مثل واحد منظور نعمة الله الآب، فلتحل على أرواحنا آبائي وإخوتي، آمين.